أكيد طبعا هي وزارة الثقافة، وبما أن دار الأوبرا تابع لوزارة الثقافة فإذا المشروع كله بيقع على عاتق وزارة الثقافة بأكمله ودار دار الأوبرا دار الأوبرا المصرية طبعا. تكلفة مش قليلة أبدا، زي ما حضرتك شايفة كم هائل من الفنانين الكبار المصريين بجانب الشباب بجانب الفرق الأجنبية اللي جت، ففي تكلفة عالية جدا جدا، لكن التكلفة بتقع فقط على التنظيم، إنما المستمع المتلقي ما بيتكلفش حاجة خالص، بيتكلف بس إنه بيجي ويدفع رسم دخول الخلعة وبيستمتع بكل الفقرات اللي بتتقدم. رسم دخول يعني دخول القلعة العادي اللي هو الرسم العادي اللي هو ال 15 جنيه تقريبا على ما أعتقد، بس بالظبط كده، وهو ده الهدف المهرجان، إنه نروح القلعة، الناس اللي نفسها تروح الأوبرا وتتفرج على الفنانين كل أنواع الفنون. فده تركيز المهرجان ودار الأوبرا ودار الثقافة، لأنه نروح للناس دول في مكانهم، أهالينا، القلعة وكل ما المناطق اللي حولها يقدروا يحضروا اللي بيتقدم في دار الأوبرا المصرية.